مرحب بيكم في قناة سوزان للطبخ والحلويات والشوبين والمشتريات وجولات في المحلات الأمريكانية. أو لو عجبكم الفيديو اعملوا سبسكرايب ولايك وشير. السلام عليكم. احنا النهاردة في جنينة مية، هي عاملة زي بارك بس هي جنينة فيها مية. هي جايبين نايلة عشان تتفسح شوية، لابسة المايو بتاعها اهي، بس هي خايفة من المية مش راضية تخش فيها. يلا خلينا نخش. يلا هوريكم بقى المنظر، شكلها حلو قوي. في النافورة الكبيرة ديت اللي في النص شكلها حلو جدا، وبعد كده في اللي هي الحاجات الصغيرة اللي على الجنب ديت. دوت ديك، الديك مفهوش مية تخرج منه، بس في بتاع جنبه كده عاملة زي رشاش بتخرج مية اهي. الليلة ماشية ورايا. وفي دوت معرفش ده اسمه ايه بالعربي، بس دوت تمثال ما بيطلعش مية ولا حاجة. وفي السلاحيف ديت سلحفة، سلحفتين، واحدة صغيرة واحدة كبيرة، وبيطلعوا مية برضو نافورة كده. وده شكلها، شكل النافورة ديت من هنا اهو. يلا يا ليلى اطلعي، يلا اطلعي، يلا اب. هي خايفة اهي. السلحفة بيخرج منها مية زي انتم شايفين، بس مش مية جامدة. وفي ضفادع صغيرة اهو، ده ضفدعة. وفي شوية سمك بقى هنا اهو، شوية كور زي انتم شايفين. وفي سمك في النص اهو برضو من دماغه بيطلع مية زي انتم شايفين كده اهو. wanna go in؟ المية بترش علينا، بس لينا مش عاجبها جدا. هواء حلوة. في بقى السمك والكور دي زي ما بوريكم. هي ليلى مبسوطة بصراحة، بس هي مش عادي تخش في المية، بس مش مهم. ودوت سمك اهو برضو، سمكية هنا وشوية كور وحاجات زي كده. وفي البورس دوت، هو عامل زي البورس بس هو مش بورس، هو بورس على حجم كبير جدا اهو، برضو مليان مية. يعني ممكن الأطفال تطلع فوقيه وتقف عليه وتلعب فوقيه وكده. كمير ليلى، ليلى ماشية مش عارفة هي رايحة فين. ليلى، ليلى، ليلى. وده شكل النافورة اهو من الجنب. وفي البازة ديت برضو عاملينها زي على شكل النافورة، بتنزل مية اهي من فوق هنا. تاتش تاتش، المية بتنزل كلها من هنا اهي. مية ساعة وحلوة. وفي كرسي عاملينه هنا اهو. Say hi. ناخد برد اكتر ما احنا عندنا البرد. You wanna go down؟ دي بتبلط كله. Okay, go down. Yeah.
ايه رأيكم؟ دلوقتي احنا قعدنا على التختة ديت وهناكل. ليلى عندها هابي ميل بس مش ماكدونالدز، من هارديز، عندنا اسمه كارلز جونيور. فبتشرب وبتاكل ونشوف لو هتقدر تخش المية بعد ما تاكل. عاملين تشيكن ناجتس هنا على شكل النجمة، شكلها كيوت. Are you happy؟ قولي هاي. هاي. احنا خلاص خلصنا اكل، دلوقتي ليلى هي لسه بتاكل، بس احنا خلاص خلصنا. الوقت اتاخر، الدنيا بتدلم. حبيت اروح اوريكم بقى السينما، المكان دوت جنب السينما. السينما اهي هناك، المكان المنور ده، بس هو مش باين قوي، فعاوزة اوريه لكم. وعاوزة اوريكم نافورة صغيرة برضو موجودة ناحية السينما. لو تفتكروا شام النسيم لما ليلى كانت بتلم في البيض ده، نفس المكان اللي احنا كنا فيه. كانت الحتة الخضرة دي كلها اللي كانت فيها البيض والاماكن اللي كنا واقفين فيه في الطابور. وليلى لما دخلت بقى ولمت البيض كانت الحتة ديت كلها اهي، وكانت نفس النافورة ديت موجودة. لو تفتكروا انا حورتها لكم في الفيديو، وبرضو وريتكم افتكر النافورة الصغيرة بس مش متأكدة. المهم هو ده، هي دي السينما اهي، اسمها اهو فوق بيكفورد ثيتر، بس هو جاي من الجنب فوريها لكم من الجنب. وبرضو اهو ده الباب بتاعه، مكتوب عليه برضو بيكفورد ثيتر. ودوت مكان التيكتس، بتشتري منه التذكرة عشان تخشي. مليان انوار كتير قوي، شكله حلو، الانوار بتاعته شكلها حلو. بيبقى مكتوب كمان جوه انهي افلام شغاله، بس طبعا انا مش هعرف اقراها من هنا. ودي النافوره التانيه اللي انا بقول لكم عليها، لازم اعدي الشارع واروح اوريها لكم. نسيت الشبشب عند ليلى، فمشي من غير شبشب. هي دي اهي، ده الدخول بتاع السينما اهو، بيكفورد ثيتر. وديت حاجة برضو عاملة زي البورس كده، هو اسمه اجوانا او ليزرد، ومن بقه مطلع المية دي، وواحد تاني الناحية ديت وبرضو مطلع مية، وهم الاتنين بيضربوا المية في النص اهو. فهي دي شكل النافورة زي انتم شايفين، شكلها حلو قوي، عاجبني شكلها. خليني اوريها لكم من بعيد لو عرفت تبقى واضحة، بس من بعيد. اهو شكلها، اتجرأت ايه؟ اتجرأت في الاخر؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. وعندنا برد من فترة طويلة حتى باين على صوتي، فقلنا ناخد ليلى ونغير الجو البيت شوية. مع اني عفوا الدنيا لسه والله حر.
اتجرأت لما جينا نمشي الدنيا خلاص هتظلم، احنا ما بدناش نيجي بالنهار عشان الشمس والحر. فبعد ما كانت حتى والله من ساعة ما تعبت ما بتاكلش، فقلت الهاجر خلينا نروح اي بركة تقعد فيه شوية، بس ده ما فيهوش لعب، فيه المية بس، باقيين فيه خضرة كتير وفي لعب. هو البرك ده معمول في قلب سينما، فاحتمال عشان كده ما فيهوش لعب. ادي السينما اهي، المبنى اللي في الوش دي. يلا حبينا نفرجكم معانا على البركة. انا اول مرة، يعني انا بقالي سنين عايشة في المدينة، اول مرة اشوفه ساعة احتفال شم النسيم. هي المية زادت عن الاول، الاول كانت بتنزل بالراحة. اوكي جو. ادي بقيه السيمه اهي، بتعمل الوانات احمر وبنفسجي، بتغير الالوانات. دي سحلفة. يلا ان شاء الله الفيديو عجبكم، ونقول لكم السلام عليكم.